اهتمام العالم وبيعمق فكرة أن علاج مرض السكر ليس بتخفيض أدوية السكر فقط لمستوى السكر في الدم، وإنما للعلاج المتكامل الذي يشمل أيضا العلاج المنضبط لضغط الدم وعلاج الدهون، لأننا من مسمى الجمعية وحضراتكم بتلاحظوا هذا بنهتم بدهون الدم كما نهتم أيضا بالسكر. واضح أنه برامج التوعية دي لا تؤثر كثيرا في المرضى، وبالتالي من يتبعها قليل جدا على مستوى العالم كله، لأن على مستوى مثلا بتقول له خليكوا على الأكل الصحي، دي حاجة عايزة مرارة قوية جدا ومش موجودة. السبب الثاني في رأيي إنه المرض بتاعنا اللي هو السكر النوع الثاني ده مرض أسبابه عواملها كثيرة جدا، نقول عليه بالإنجليش مالتي فاكتوريا، يعني في كذا سبب، منها الوراثة، العامل الوراثي أبسط الحاجات دي. فده في حاجات أنا عايز أقول يعني في حاجات تقدرش تمنعها مع الوعي ومع البرامج، وفي حاجات تقدر تمنعها مع الوعي والبرامج أو الزفارة زي الأكل والرياضة إذا كان هناك طعام. نسبة سكر في أي مجتمع مجرد بس تخش على النت تعرف نسبة السمنة وانتشار السمنة في هذا المجتمع هتعرف بالضرورة انتشار السكر، فهو مرتبط ارتباط وثيق، كل ما زاد السمنة كل ما زاد السكر. الشركات اللي بتنتج بقى كل شويه يحط الاعلان وفي الشوارع وفي التلفزيون ووجبه قد كده ونص مش عارف خد اثنين خد عليها واحده واخو من نمت، وخصوصا انه بيدعي شيء الناس بتحبها بالسليقه، الناس بتحب الاكل بتحب المتعه، فهو اسهل له يوصل للناس، واحنا لا ما تاكلش واجري واعمل رياضه، يعني بنخليه نكتف حياته بيخلوا له حياته حلوه. فعايزين المجتمع كله يساعدنا مش احنا بس، يعني المفروض الشركات دي تساعدنا.